you الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى يوم الدين من رحاب الإمامين الهمامين موسى بن جعفر ومحمد بن علي الجواد صلوات الله عليهما وعلى آبائهما الطيبين وأبنائهما الطاهرين احييكم بتحيه الاسلام المباركه الطيبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واقدم لكم الحلقه الثالثه من حلقات برنامجكم القراني على ضفاف السور القصار هذا البرنامج الذي نتناول فيه سوره الفاتحه وسور الجزء الثلاثين من القران الكريم بالتدبر والتفسير نحن احبائي في سوره الفاتحه انتهينا من مقدمات عن السوره الشريفه وفضل هذه السوره الشريفه ومحتوى هذه السوره الشريفه وبدأنا بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. تكرار هذه الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم جعلها شعارا من شعارات المسلمين، يعني الآن أنت إذا رايت شخصا لا تعرفه، سمعته يقول بسم الله الرحمن الرحيم تنتهي الى انه مسلم، على الرغم من ان المعاني التي تتضمنها البسملة هي من مشتركات الاديان الاديان السماوية، يعني لا المسيحي ولا اليهودي يكذب بان الله تبارك وتعالى رحمن ورحيم او يرفض ان يسمي باسمه سبحانه. ولكن هذا النص بسم الله الرحمن الرحيم تحول الى شعار من شعارات المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا يفيد تكرار هذه البسملة؟ بل ماذا يفيد اولا افتتاح الكتاب الالهي بها؟ اولا هو بشاره للانسان. انه مورد رحمته تخيل ماذا لو كان مفتتح الكتاب الالهي بسم الله الواحد القهار ماذا لو كان مفتتح الكتاب الالهي بسم الله شديد العقاب يقينا الانسان يشعر بالرعب والفزع أن الرب سبحانه وتعالى الذي أوحى كتابه الكريم بدأ هذا الكتاب باسم شديد العقاب أو باسم القهار الله سبحانه وتعالى بدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم إذا هذا الابتداء يتضمن بشارة بأن الإنسان الإنسانة مورد رحمه الله مورد عطف الله تبارك وتعالى مهما عفوا مهما تعددت اسباب الشر مهما قويت اسباب الشر ايها الانسان اطمئن انت مورد رحمه الله الامر الثاني الذي يفيده تكرار هذه السوره وافتتاح الوحي الالهي بها ارشاد الانسان لتوخي الرحمه والموده في افعاله. انت تريد من الله تبارك وتعالى ان يكون معك رحمن رحيم اذا لماذا لا تكون مع من دونك كذلك. تريد من الله سبحانه وتعالى ان يعاملك بالرحمه وانت عندك زوجه وعندك ابناء وعندك جار وعندك اخوه مؤمنين وقد تكون رئيسا فعندك بالنتيجه عندك مرؤوسون. تريد أن يعاملك الله تبارك وتعالى بالرحمة عاملهم أيضا بالرحمة. لا تكن عليهم كما جاء في عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر، لا تكن عليهم سبعا ضارية. تأكلهم تفترسهم. إذا هو تأديب. القرآن الكريم يؤدبنا أن نتعامل مع الاخرين ان نعامل الاخرين بالرحمه كما نحب ان الله سبحانه وتعالى يعاملنا الامر الثالث ارشاد الانسان الى ان لا يعتمد على نفسه مهما بلغ من الكمال كثير من علماء النفس يؤكد على مساله الثقه بالنفس القران الكريم الاسلام يؤكد امرا اخر هو الثقه بالله الثقه بالله تبارك وتعالى انا من انا حتى اعتمد على نفسي وجودي في الحياه كله يرتبط بنبضات قلبي اذا توقف هذا القلب اتحول الى جثه هامده إذا انقطع عني الهواء الأكسجين دقائق أتحول إلى جثة هامدة وإذهب واسأل الطبيب قل له كيف تنظر إلى موت الإنسان عملية سهلة أو عملية صعبة معقدة إذن أنا لا أملك وجودي الله تبارك وتعالى هو الذي خلقني بعد أن لم أكن شيئا وهو الذي يغذوني برزقه الهواء الذي أتنفسه الماء الذي أشربه الطعام الذي آكله إذن ينبغي أن تكون ثقتي بمن؟ ثقتي بالرب الذي خلقني فكأن البسملة تشير تذكر الانسان: ايها الانسان انت قوي بربك لا بنفسك. انت قادر بعطاء الله، انت لا تملك لنفسك لا موتا ولا حياه ولا نشورا. اذا تكرار هذه الايه المباركه بهذا العدد الكبير في القران الكريم ممكن ان نفيد منه هذه الفوائد الجمة الكثيرة العظيمة في تاثيرها الكلام لا يقاس بكمه وانما يقاس بما يتضمنه من حقائق وبما يخلقه بما يصنعه من اثار الارتباط بالرب الرحمن الرحيم هو الذي مكن موسى وهارون ان يقفا امام فرعون هو الذي مكن انبياء الله من مواجهه الطواغيت، وهو الذي يمكن الانسان المؤمن من مواجهه العاديات النائبات، كم من البلايا، كم من الصواعق يواجهها الانسان المؤمن بارتباطه بالله تبارك وتعالى إذن فلا غرابة فلا غرابة أن تسمع أن الكتب الإلهية جمعت في القرآن العظيم وأن القرآن العظيم جمع في الفاتحة وأن الفاتحة جمعت في البسملة وسنقف على ذلك تفصيليا إن شاء الله في هذه الحلقة وفي الحلقة المقبلة بسم الله الرحمن الرحيم فهذه البسملة، هذه الآية الشريفة تحوي ما تحويه الحمد، كما حوت الحمد القرآن كله. عليه تصبح القرآن كله. نتدبر بها كيف تكون، كيف تكون هذه الآية الكريمة، القرآن كله. نتدبر ونتكلم على ذلك، ولكن بعد هذا الفاصل، فانتظروا. مرحبا بكم احبائي ها نحن عدنا ثانيه الى رحاب السوره العظيمه المباركه الى رحاب الفاتحه وتحديدا الى رحاب بسم الله الرحمن الرحيم. في الحديث الشريف كل امر ذي بال لم يبدا فيه بسم الله فهو اجذم وفي روايه ابتر وفي روايه اقطع ونعود ونكرر ان الذي نفهمه حق الفهم من مثل هذه الاحاديث عندما تقول من قرأ كذا لا نفهم منها لقلقه اللسان. عندما ابدا بامر واقول بسم الله الرحمن الرحيم انا لا لا اتكلم بكلمات جوفاء مجرد اصوات اخرجها من فمي يتحرك بها لساني وانما هي موقف بلغه اليوم ايديولوجي من الكون والحياه. كل ما في هذه الدنيا في الحديث ملعون، الدنيا ملعونه كل ما فيها ملعون الا ما كان لله منها. لماذا كل ما فيها ملعون الا ما كان لله منها؟ لانها زائله فانيه مضمحله نجمع المال ونخسره في لحظه. نربي الابناء ونحبهم ونزهو بهم وقد يطغى الانسان بهم ونفقدهم في لحظه بعض زملائي في الكليه ربى ابنه حتى تخرج من الكليه وبعد ان حضر هذا الابن حفله التخرج وفي طريق عودته قتل. وذهب الذي بناه من لحظه من من اشهر قبل الولاده منذ ان اخبر الطبيب او الطبيبه امه بانها حامل الى لحظه الى لحظه الوفاه، ذهب كل شيء. وكم من الناس جمعوا مالا كثيرا وخسروه في لحظه. وبنوا جاها كبيرا وخسروه في لحظه يتحول رئيس الجمهوريه الى متهم يؤتى به الى المحكمه مكبلا هذه هي الدنيا كل ما فيها ملعون الا ما كان لله منها لماذا ملعون؟ لانه فاني لانه زائل عند الذي لله هذا يبقى ببقائه يرتبط به الله تبارك وتعالى وجهه هو الباقي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فكل ما ارتبط بغير الله تبارك وتعالى فان فان ذاهب زائل مضمحل بفناء من توجه اليه وكل ما اريد به وجه الله تبارك وتعالى فهو باق ببقاء الله لا يضمحل لا يذهب لا يزول من هنا كانت البسمله شعارا اسلاميا يعيشه المؤمن بكل ذره من وجوده ياكل في الله ويشرب في الله ويحب في الله ويبغض في الله وكل عمل ذي بال يعمله مرتبطا بالله تبارك وتعالى حتى سمعنا من بعض علمائنا الأجلاء أعلى الله تبارك وتعالى مقاماتهم يقول قال لي أبي وأبو أبوه من العلماء الأذاذ عندما تخرج من بيتك توجه إلى الله تبارك وتعالى وقل يا رب كل خطوة أخطوها كل قول اقوله كل عمل اعمله هو لوجهك الكريم عندئذ تصبح حياه الانسان عباده متصله كل شيء في كل شيء في وجوده في فعله في سلوكه يتحول الى عباده، لماذا؟ لانه ارتبط بالله تبارك وتعالى، وبذلك يضمن له البقاء. لماذا يضمن له البقاء؟ لانه ارتبط بالباقي وكل ما عداه زائل، فاني، مضمحل. لاحظ معي. بسم الله الرحمن الرحيم. الجار والمجرور الباء والاسم اختلفوا في متعلقهما جار والمجرور في اللغة عادة له متعلق يقول مثلا ذهبت إلى الكلية فإلى الكلية الجار والمجرور متعلق بالفعل ذهب طيب بسم الله هذا الجار والمجرور الباء وما بعدها متعلق بمن متعلق بماذا؟ الجار والمجرور الباء وما بعدها متعلق بماذا؟ البعض قال هذه الباء تفيد معنى المصاحبه وقيل بمعنى الاستعانه وقيل بمعنى الابتداء يقدرون انه تقدير الكلام استعين بالله او ابدأ باسم الله تبارك وتعالى كتب التفسير مشحونه بذلك. هناك من يقول لسنا بحاجه الى تقدير محذوف، كل هذه الاقوال تقتضي وجود فعل او كلمه محذوفه. بعض يقول بسم الله ابتدائي. بعض يقول لا حاجه الى تقدير محذوف. الجار والمجرور بسمي متعلق بالكلمة الأولى التي بعد البسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم الجار والمجرور الباء والاسم متعلق بالحمد ومن الممكن أن يكون متعلق بالسورة كلها لأن سور القرآن الكريم بمنزلة البيانات الإلهية وكل بيان له استقلاله له درجة من الاستقلالية وإلا لماذا كانت هذه سورة البقرة وهذه سورة آل عمران وهذه سورة فاطر إلى آخره له نوع من الاستقلالية هذه السورة هذا البيان الإلهي يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بعض المفسرين يرجح معنى الاستعانه يقول تقدير كلام استعينوا بسم الله الرحمن الرحيم لماذا الاستعانه بالله تبارك وتعالى لان الانسان مفتقر الى ربه مفتقر الى ربه الكريم حدوثا وبقاء بمعنى ان الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الانسان وهو الذي يطعم الانسان يرزق الانسان يغذو الانسان يعني الله تبارك وتعالى انعم علي بنعمه الايجاد فكنت ومنعم علي بنعمه الابقاء فابقى ومتى شاء سبحانه ان يقطع ذلك يقطع ذلك وعليه تكون الباء بمعنى الاستعانة وهو من المعاني المعروفة للباء أو أن يكون كما ذكرت بمعنى الابتداء ولعل الذي رجح ذلك وقوع البسملة في بدايات السور القرآنية على أي حال الرأي الراجح لدي أنا أقول لا حاجة إلى على وأن العبد الفقير على قلة العده وعلى قصر الباع كل حاجه، لا حاجه بنا الى تقدير محذوف. تكون البسملة متعلقة بما بعدها او متعلقة بعموم السورة لتكون السورة القرآنية بيانات إلهية تتعلق في بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي أتواصل معكم في رحاب السورة الشريفة ولكن بعد هذا الفاصل فانتظرونا. مرحبا بكم احبائي ها نحن عدنا اليكم مره اخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى الاسم؟ ايضا كتب التفسير اختلفت اهو من السمه بمعنى العلامه او هو من السمو بمعنى الارتفاع. الامام السبزواري سيد عبد الأعلى السبزواري صاحب مواهب الرحمن قدس سره وطاب ثراه يقول المعنيان السمو بمعنى الارتفاع والسمه بمعنى العلامه يعودان الى معنى جامع قريب بينهما وهو البروز والظهور فكأن الشيء قبل ان يكون قبل ان يكون له اسم لا يكون ظاهرا، لا يكون بارزا. بالاسم يكون له ظهور، يكون له بروز. بسم الله. اول سؤال يطرح في هذه المسأله، ما الفرق بين ان يقال بالله او ان يقال بسم الله؟ يعني سيد السبزواري هكذا يضع السؤال، لماذا تخلل الاسم؟ بين حرف الجر الباء واسم الجلاله الله. ما سر التعبير في ذلك؟ يقول اعلى الله مقامه وفي تخلل لفظ الاسم بين حرف الباء ولفظ الجلاله اشاره الى ان حد ادراك الانسان انما هو ذكر اسمه تعالى. والاعتقاد به تعالى لا ان يحوم حول كشف الذات فانها لن تدرك لغيره تعالى العقل البشري عقل محدود والذات الالهيه غير محدوده فكيف يمكن للمحدود ان يدرك حقيقه غير المحدود كيف له ان يدرك كنه غير المحدود فجاءت كلمه اسم بين الباء الجاره وبين لفظ الجلاله لتضع الانسان امام هذه الحقيقه ايها الانسان حظك من العلم بربك الكريم ان تعلم بافعاله وبصفاته وبالهدى الذي انزله اليك لا ان تعلم كنهه سعيك ايها الانسان سعيك وراء ادراك كنه الله سعي لبلوغ المحال غير الممكن لا يمكن للعقل البشري المحدود ان يحيط بكنه غير المحدود بسم الله الله ما هذه الكلمه من اين جاءت ما معناها الله اجل لفظ في الممكنات كلها لاعظم معنى لأعظم معنى في الموجودات جميعها جمعت فيه من الكمالات حقائقها ومن الألطاف والعنايات دقائقها ورقائقها هذه قصيدة سبزواري قصيدة هذه قصيدة شعر هكذا يقول السيد عبد الأعلى سبزواري قدس سره وطاب ثراه تطلبه الملائكة ويطلبه اهل الاراضين وكل لا يصل اليه فسبحان الذي اكتفى بالتحير في الذات والصفات والافعال عن التعمق فيها لعلمه الازلي بعدم قدره ما سواه على ذلك حظك ايها الانسان من معرفه ربك ان تعرف افعاله وصفاته اذا ادركت ذلك نجوت اذا طلبت فوق ذلك هلكت اذا لم تدرك ذلك ايضا هلكت الذي لا يعرف ربه يعيش عيشه البهائم اول خطبه في نهج البلاغه لامير المؤمنين علي عليه السلام يقول فيها أول الدين معرفته أن تعرف أن لك خالقا إلها هذا هو الخطوة الأولى والخطوة الأولى في الدين تعني الخطوة الأولى في الإنسانية لأن بالدين تتحقق إنسانية الإنسان والذي لا دين له بهيمة تصور الإنسان بالارتباط بالله تبارك وتعالى ما الاهداف التي سيعيش لها سياكل ويشرب ويتكاثر يتمتع ويلهو كما تتمتع الانعام انسانيه الانسان الحقيقيه انما تتحقق بالدين بالارتباط بالله تبارك وتعالى واول الدين ان يعرف الانسان ان له ربا أن له إله هذه الكلمة العجيبة الله طبعا لا تثنى ولا تجمع لا تتوهم يقال تتصور أن آلهة جمع الله آلهة جمع إله ورغم كل انحطاط المشركين ورغم كل جهلهم لم يسموا آلهتهم باسم الله بقي الله للواحد الأحد لا مثنى له ولا جمع لأنه حقيقة لا مثنى له ليس له شريك ولا جمع لا بد أن يكون واحدا واحدا في الواقع وواحدا في الخيال الحق لا في الأوهام لا في الأباطيل لا يمكن أن نتخيل أن هناك الها مع الله ونسميه الله اخر لذا بعض علمائنا الاجلاء يقول جاءني جاءني ملحد جاءني ملحد يقول يقول من خلق الله قلت له سؤالك سؤالك خطأ قال، لماذا؟ ليش سؤالي غلط؟ قلت له لأنه لو كان مخلوقاً لم يكن الله عندما تقول الله يعني خالق الخلق إذا خالق الخلق هناك من خلقه يصبح مخلوقاً مثلهم فسؤالك غلط. اذا حذفت همزه الوصل من الاسم الشريف يصبح لله ولله ما في السماوات والارض. هذه اللام هي لام الملك او لام الاختصاص، كل شيء في الوجود هو لله تبارك وتعالى وله وحده. وإذا حذفت اللام من لله تصبح له سبحانه له ما في السماوات وما في الأرض كل ما في الوجود هو له سبحانه وإذا حذفت اللام الثانية تبقى عندنا الهاء المشيرة إلى ضمير الغيبة الاسم الشريف قالوا فيه كثير قالوا مشتاق قالوا ان اصله الاله ثم حذفت الهمزه للتخفيف ثم كذا حتى اصبح الله وقيل انه مشتق من وله او من ألها او من اله ما عليه المحققون من علمائنا انه علم للذات الالهيه المستجمعه لصفات الكمال والجلال كيف يكون اسم خالق السماوات والارض مشتقا من غيره؟ وكل الوجود جاء بكلمه كن منه فهو اسم علم مشتق ليس بمشتق من غيره خاص بالله سبحانه وتعالى تشم منه رائحه الرحمه ورائحه العطف فسبحانه وتعالى ربنا ورب ابائنا الاولين نسأله سبحانه ان يحيينا حياة محمد وال محمد وان يميتنا على دينهم. احبائي الوقت المخصص لهذه الحلقه من البرنامج انتهى لنا معكم لقاءات متجدده ان شاء الله في رحاب. سوره الفاتحه حتى ذلك الحين استودعكم الله السميع العليم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته